اسمح لي عبر الهاتف أرحب بالأستاذ زكي الصالح للحديث عن المنتخب السعودي. أستاذ زكي، صباح الخير، أهلا وسهلا. صباح الخير، هلا أخي رجل، الله صبح عليك على جميع المشاهدين والضيوف اللي معاك في الاستديو. يا هلا، أعرف أنه كان عندكم اجتماع قبل قليل وفق ما وردنا. فواز القرني، نواف العابد، سلمان المؤشر، هم من استبعدوا من الانضمام للمعسكر الذي ينطلق يوم غد، صحيح؟ نعم صحيح. ثلاثة لاعبين كان، نعم كان متوقع انهم نعم أربعة. ثلاثة لاعبين هم من استبعدوا عن ال يعني تم استبعادهم من قبل الجهاز الفني للفترة القادمة، وكما هو كان واضح يعني من بداية إعلان الأسماء أخي رجل الله أن سيكون هناك استبعاد لا يقل عن 4 لاعبين تحسبا لعملية الجولة اللي احنا كنا فيها، بعض اللعيبة مشاركين في مباريات الليلة وأمس. نعم. بعد انتهاء الجولة المدرب كان في اجتماع مع المدرب وتناقش في الأمور مع الجهاز الطبي أيضا، وتأكدنا من سلامة بعض اللاعبين في أنديتهم، فتم تقليص العدد إلى 25 لاعب. قرار فني وليس له علاقة بالإصابات ابتعاد هؤلاء، صحيح؟ لا، قرار فني طبعا، وكان فيه يعني تشاور مع الدكتور وطبيب المنتخب، ووصل طيب يعني القرار للمدرب انه هو يعني يبعد الثلاثة الاسماء اللي ذكرناها. في مباراة ودية وحيدة سيخوضها المنتخب يوم الاحد مع الاتفاق، صحيح؟ نعم صحيح، ان شاء الله ستكون في تمام الساعة 6:00 ان شاء الله. ستكون في ملعب مغلق، ما في حضور جماهيري. بناء على طلب الجهاز الفني طبعا ولمصلحة المنتخب. نتمنى لكم كل التوفيق أستاذ زكي الصالح مدير المنتخب السعودي الأول، وننتظر إن شاء الله أن نبارك لكم الفوز على الصين يوم الأربعاء القادم. شكرا جزيلا. جزاك الله خير، وأتمنى ذلك، وما يعني أكيد بوقفة ومساندة الجميع، و سنعمل إن شاء الله على أن احنا نقدم يعني كل ما بوسعنا لإرضاء الكرة والجماهير السعودية بإذن الله. شكرا جزيلا زكي الصالح مدير المنتخب الأول، متحدثا عن استبعاد الثلاثي فواز القرني، نواف العابد، سلمان المؤشر بعد انقضاء هذه الجولة. غدا اليوم سينطلق المعسكر الخاص بالمنتخب السعودي.